لا، إثر التساقطات المطرية الغزيرة التي عرفتها ولاية النعامة بتاريخ 8 سبتمبر 2024، والتي تسببت في حدوث فيضانات هامة وجد معتبرة على مستوى مدينة العين الصفراء، قامت سونالغاز توزيع النعامة بوضع مخطط استعجالي لمواجهة هذه الوضعية الاستثنائية. التساقطات المطرية والفيضانات تسببت في غمر عدة محولات كهربائية، كما أدت إلى سقوط أعمدة وخيوط الشبكة الكهربائية، كما أدت إلى تعرية قنوات شبكة الغاز. باشرت سونالغاز توزيع النعامة بقطع التيار الكهربائي عن الأحياء التي غمرتها المياه، وهذا حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، كما قامت بتجنيد جميع فرقها والوسائل، كل الوسائل المادية والبشرية عبر الولاية، قامت بتجنيدها على مستوى مدينة العين الصفراء. مكنت هذه العملية تاع تجنيد كل الطواقم والفرق التقنية أولا من إجراء إحصاء ودقيق ومفصل لكل الخسائر المسجلة في العتاد والتجهيزات الكهربائية، كما مكنت أيضا من إعادة التيار الكهربائي تدريجيا إلى الأحياء التي تم التأكد من سلامتها وأنها لا تشكل أي خطر على أرواح المواطنين وممتلكاتهم. تماشيا يعني مع إرادة السلطات العمومية، تطمئن مديرية سونالغاز توزيع النعامة كل المواطنين بأن الفرق مجندة وهي في عين المكان ويعني ميدانيا، وتشتغل ليلة ونهار لإرجاع الوضعية إلى حالتها الطبيعية. كما ندعو جميع المواطنين إلى اتخاذ مزيد من الحيطة والحذر فيما يخص التعامل مع الكهرباء والغاز في ظل هذه الظروف. كما نجدد التذكير بأن الرقم 3303 يبقى موضوع تحت تصرف المواطنين وفي خدمتهم 24 ساعة على 24 ساعة و7 أيام على 7 أيام للإبلاغ عن أي خلل أو عطب أو أي انشغال.